بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده عمرك سؤال عشان تخد جوابه صعب سن. أضايق معلمين إن بضان أو كل علمي لكن تاني مناسبة إلا معيوب إن أنت عس رغشة كيرا ده هاي مدرسين ويكعرط معلومات معناه دينا سؤال أضايق بالويدس أنا عجيبة هو النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، أو كما قال إذ كان وطؤها يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. لو واحد نوعية المام يعني لبضوا بعض نحاريس يدقانشو يسود وين إن دتك لولا معامل وريب القارة هان بثمك أخلا برا يوفد وين مركا معلمين تينا فقع هذا قبلها هذا أنا وحا ودها ميراك الشيخ قبلها كجر عصر كقبو فقع وهي محليقة يا المعلمين لكن إن أنت واحد تريد مكان مدرسة على صوغره معلمات دينا مدرسة دربي يا دوحة مدى قبلها سيء وصفصير وحي تري تيره وهي آت قلنا حدين بدنا أكمدها وأكمدها في المواهد حسي قبلها إنقار فوران وقار للثور وشل يرمضح حصول يقع قال لي لو كرو قال في النف جه ولا قال لي جه لما كان قال لي بر الله وصمع خطروا وعقاب عن عدن استعمالين وعن قلت لي معلم امتحان ادريس معلم امتحان ادريس وعد الى درتس الى درتس مع ان ما درسوا لما لو دخل قراعه الى لقيت سيدي انت كعران الى درتس مع لله ما ولا شيء ده بس لله ما للشيطان وين نقف منصر الموضوع ما حاضر هاي للشيطان لأنه وقف حناق سن حناق من الشيطان قذف في الشيطان وين قف إنه حناق سبب بشر عذب بليستو دو تريا فريستو ويسيستو دي عصو دي أنا وحير معلمين تدا حناق سن هل كاثر تكوب شهر في عبا كان نصطع ما حايري واحد حوالين إنسان بخبره محيجة كل إنسان سيدا دراد ديد ذنبي وحا كوفر ذنبي وحا كوفر إلى القوف مسلمة ودرتا دينتا وعرا قرآن كبران لها دينتو دين لها إن أنت هذا محانا ده هذي مدرسو وحا أمعي معنا ده دراد ديد سي نوغ راعيسو وعيدري معلمات ده مركز سوق شو إحنا حسنتك هدي سؤال لو يدي صحيح لك شوية مس وعيدري معلمات وحاجتها ايضا عاوزة ان القران كان نص حضما كان بحين مقدره ده نقف نقف ها عاد قفوا حق يسجل سيد رب سيد قران سيد تيرسي اما تعبير وحان لي يا بها ما كان درس سوق شد واحمد تير سيد اوصفين من دول ولا تاجر ارنت اس ارن سحما معالي وين الجعسين وين القبويه وين حارس بريه ماشي ما حاجه أردقي آيات دقي خدنا كله أما أوش أوديبه أما الحاجة التاتيو شغادي لاي إد مالاي شغادي آن شاكتي آن قابان أيو وهو فشل مرارك غار ويدعي كارتا معالن كو أردقي آيات دقي مدو هو شالو أشاوي درها دقو أشاوي ودو أميا فريدو صح أردقي أدير لاي أردو محيصو صحيني لكن واسيان عنف كوشل يون دي علم كوشل بالوت سكر ان لهدو هي سلام خوش هي ها ده هم خوش هي ها ما انت ما خوش هي خلي يا صوص حركه فريسه صوص هيك لكن ارض خاصه الله يعني وارض الديار وراه انه في عندك هذه يقعد عقاب وقعد تصحى لي كرامي لكن هو اللي وجره اما دربي للتاوي اما ليه اصلا هو اما اللي فور شو اما لو والله وسيد نفقه ما قراها معلومات قرروا حسب عادي ما ده وحيانا يقول لك شيء صادع وسكس عليه هنا انا روح اسوي تلاميذ سوق قراعي ابدا قران في نفسك اشرب طيب علماء هاي قصه قال ويتو على وسنكره مو شيء شو قلت اسقط ابدا قران في مرسل وين لندن برنامج تولوا طلع خد عمي قبل انا في بنجلاديش بقى قبل يرد الشيء نفسك اشرب ما حد عي ما حد على سوته عتري وراه يبرويس ويكون عضها يوم حفظ دائما روحكم يا يوكي بخد عليك
marka ma ahan dilka kaliya inaan qabno, meelo badan laga isticmaalaa, laakiin waa macallimiin khaldan. War waxa aad haleynayso iyo waxa hagaajinaysa diintu waxay taqaan wax loo yaqaano almasaalix walmafaasid say waa lasuma fardhiga ardaygaan hadaan ku qayliyo dil iskama dhaaf, hadaan ka ku qayliyo aan ogo madrasa ka carari doono kuma qayli karo, waan shibdhaa ka carraya adnata dishay oo garaacday baa gaarsiisay dusa dhan noqo. London baan ku arkay nin uu yiri qoraa sheekhool baa unacay, maxaa dhacay shanta lagu soo celiyo qoraa, waan waxba meel taxsi maraya ilaan qoraa dhammaan nacay siyaasaa dhahay ilmaha qoraan ku soo celinay, ilmaha qoraan ku soo celinay, maxaa lagu soo celinaya anaga waa sabrowna. War ardayga aan yadda ka jabinayso ma ka fakaraysid miya? Marka hadda arday qur-aan ku soo celin waa la iskala tegay, waxay gaadeen inta la taajiyo si allah inuu madaxu gororo oo ay ku fakaraan madrasada ka cararaan. Gabadhu waa jimcanada waa la dooday, waxaan ku yidhi maxaa noo dilaysa, waa jiraa hadaltiis kabacdi waxaan ku yidhi tetaa inaa hadaltiis maaha, waxay ku tiri soo malaku jibriil nebiga saa uma joojin, waxaan ku yidhi tiri maadaa nebigiiya maadaa malaku jibriil saa nebigiiya waa sax macallimada malaku jibriil ma tihid ilmaha sabirka ayama nebigii ma ahan sunna la tadbiiqinayana ma ahan malaku jibriil nebiga ma joojiya sal sal calayhim asalaam. Waa khalad, waa khalad inaad tahsad yeesha fahan khaldan baa qaadatay. Haddii la tadbiiqinayo nabiga sal sal muxuu samayn waaye, weligiis qofaan arbaxay saxaabada muxuu samayn waaye, selefad muxuu samayn waaye, taabiciinta muxuu samayn waaye, qof qur-aan lagu dayay lagu dharbaxay lagu ciqaabay soo hela qurun mufadala hada meelaha dhexda dadka lagu ciciijiyo ma rabo. Marka waxaa isku qaldaan macalimiintu atarbiya waataqliim, arday qalad sameeyey oo ha la ciqaabo ciqaab si inay xad leedahay iyo hadda qur-aan hingafo lagu dio qur-aan lagu dilaayo war kalaamullahi dadka laguma dilo, dadka qur-aan laguma dilo. Waxaa jiri jirtay carabti hore qorada ee kutaab oo dadka farta bari jirtay oo ilmaha farta ku garaaci jireen, ayagana gabayaa laga tirshay habaaraa loo riday qaarkood, qaarkood sidii loo habay nafsa kaga baxo hadda fartay bari jireen kaliya iyo adab iyo carabiga dhigi jireen. Haddii kalaamullahi arday ay ku disho oo uu ku habaaro horaa ka dhimanaysa macalimiinta. Waxaan ku dhahay ma aragtay macalimiin jirjirin ha sokor iyo dhiigre baa ilmaha habaaray baan ku yidhi waan nixin qaarna waa u dhintaa baan ku dhahay ishaasi u dhintaa ma shiik hadda jooga oo caana adabaata mesha idin sheegaya macalinkii nafta ka baxdiyo macalinkii intuu dilay gadaro baan habaaray nafta ka wakata YouTube ku jira rats oo ilaahay ka baqa cunfiga dadku diinta ku dira naxariista iyo jajireeca way soo dhaweysaa. Adigana waxa lagaa rabaa waa inaad dadaashid ilaahay dartii ku dartid laba shay isku dar adiga lillaahi waxa aad lillaahi dadku ku dadaal la reebanay saddex waxaa ku ah wax aad samaynaysid haddaad aqoon badan lahayn dadka weydiiya say wax baraane kayfiyatu tacliim waa wax la barto dadka dalka soo dhaho meeqa jeer idinku dhahay dadka ingiliisha ku hadlay kulood macalimiin maa tamam kuwa carabi ku hadlana ayana waa seen sidaa daradda qof qur-aanka yaqaanaay kulis macalin maa qur-aankaan aqaana iyo mucallim ma ahay kala gaar wey mucallim yaa dhahaa qof garanaya la dhaqanka bini aadamka kow adoo iyo qur-aan ma aqoon wuxuu yaqaanaa xaqa bini aadamka lamar labo wuxuu yaqaanaa qofkan loo keenay maxaa ka khaldan iyo qaladaas u sixi lahaa ikaada ma yaqaano saikaada u baran aqaano qur-aanka ma yaqaano saa qur-aanka u baran aqaano naxwaha la ii kara inaan sarfiga baro saa u baran aqaano laakiin naxwi sarfi ma aqaani inaan barana waa rabaa waxay lamid tahay qur-aankaan aqaana saa u dhigana ma aqaani waa lamid inaan qur-aanka aqoonin inaan qur-aan dhigana aan rabo waxaa lamid ah inaan qur-aanka aqaano saa u dhigana aan aqoonin. Marka xaqa bini aadamka kow naftaada kasoo qaad waxaa necabtu naab yahay waxa jeceshaa jecli haddaa intaas garo weydi weliga ay allaha meel gaarinaysa. Waxaana kugu filan baba adiga tusaale inaad ogaatid haddaad qofka miisaanka aad saaran tahay saad oo tada meesha meesha joogi lahaa oo saan leedhaba maxaan samayn lahaa waxaa kuu soo baxaysa inaad qaladka samaysa aad samayn kari hadaad sidii yahay tahay oo macalinkiina adiga oo kaga soo horjeedi saf ku garaaci lahaa
وراها ما كعرر لك سيادة هسمين دي فضل الله إلهي كبا واليس ويدين يا معلم ما ها والد ما واحد شنو والدين معلمين تكب هالسن وما نفتك عنو يربع مدرسة لدي معلم أنا كنت المعلم كرأي مضبط قريها لدي عنو تحتيحين أبيزو بالله يا حياة قصية وراء صوبات تشيدي عنو يا أبو أي جيد يا أبو تشيدي يا لقد ظلمت خالي أقول خالي جو ده معلم وعن كير معلم محاد خرب ده القرآن مبرع وعن كير القرآن كتن داخل هذا الشيء وعن كير الدنيا آخر أسقان فوق وعن كير كان هذا صوصي ودوسان لودري الدنيا آخر ما أنفعه هذا ما أنت هذا محسن وعي وعري وعن كير بحوج يلا لك بحوج سكين لها وعن كير هذا ما حوج بدن يا سقي ماشي عدا المطعم أوف كان حوج بدن قرعة وبهندا قلن كان حوج بدن توجيرته في جيرته حيال شرك بحوج بها إن بها العنام ده وأضي بحرة وضقنا أو وارد الحين ولا ما ها يفيري معلك عليه وأوجي معلك قبل مية إن ما له علش ومعلك يصير إن ما نيسان صار أرك دو دي بوجي سي وقص صار قصاص أما دي كده وقع لكن وأس علينا يا بحر كشرط الشيء نعوذ بالله من الخذلان إله ما قلنا أردت أرمى خطر أدام معلم تها إله كبغضتك حولي هذا والد تها غضتك مسؤول قطع إله كبغض عند جايين سفيري الله هو أسرع أرضي يعني والد أصيع معالك في عن صوته والد أصيع أرض أبو خردية هاي لهب والد أصيع دي معالك قدر يعناك عرشة لكن مسؤولية دي طاي بريث نسيب بها نوجي حسن حلق على كرمه معلمين في عن خيارات جلمة لوجي هو ذات كديرها يو ذات كدين تكاعرين خلق الله سوقا كحير مايا وين أغان دولان بريئة غلطان أي غلطان أي معلك المهد لك ما راح اقدر اسوق هم هذا هو قصدي ما راح احس وش شغله وعد المهد شيء ما راح اوصل عشان علي ما جاء علي يفرح يفرح ما وطول الصايع السوق حمد درامي الدور ما خد ليش ابو خش قاعد يستاذ خد انتوا برا سمع هذول ضد السوق ده ويسا سوق هنا يعني سوق مال هاي هو اللي قاعد يخسر السيرفيس معلمين مدارس السوق وين خش قاعد يستاذ خد انت برا بس سوق هنا يعني هو سوق ليش ما قد سوق على قروح سوق هذه كره تقول ما ولا قدر السرقه ما قد سكر يا الليل معناته يا العين يا الدرب ارضى الله الله يقدر يا سوق المهدي انا الله يا الله غرني المهدي الشاع انه يرى يعني يرى اغون لا راه واحد بقى مع السودري وين راعي انت سؤال انت سؤال يعني عم خير ما عليه انت حق حياه المهم هذا عيب وهاي بروي لوادي شافوه أخصك هاي السيد وحال إيه هو صدق كل ما صدق كلامه سوي أي لا 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 كل واحد جف وأنا أقول شو عم كير معلم المهد الشاء شاء دردد مين اللي ودري من جيني هو إنه وأنا قطع إيش هاي كل وش هو دايو بالين ما كان ساعة دردد سهل صدق وأنا ده معناته أقول شيء دني وأقول شيء دينا ولكن وأنا ده أقول في عن واحد هاي إن للدرين سيور له دل ومكين وحبرشه